في عيد الأضحى. آيتن عامر تشبه نفسها بسندريلا. سمية الخشاب تبدأ تحضير لألبومها الجديد. نادية الجندي تتهم نيلي كريم ومنى شلبي بالسرقة. أنباء عن زواج عمرو واكد وسارة شاهين. من أيام يا أحمد تم الإعلان عن المرشحين لجوائز MTV لـ 2015. الحفلة هتكون يوم 30 أغسطس اللي جاي وهتقام على مسرح مايكروسوفت. المسرح ده كان معروف زمان بمسرح نوكيا وهو موجود في لوس أنجلوس. جوائز MTV الموسيقية بدأت في صيف 1984 عشان تكرم أفضل الأغاني المصورة لنفس السنة، وبدأت كبديل لجائزة جرامي في تصنيف الأغاني المصورة. أغنية Bad Blood لتايلور سويفت اللي تعاونت فيها مع كيندريك لامار واللي كانت السبب في ترشحها لكل الجوائز دي السنة دي في MTV، وصل عدد مشاهداتها على اليوتيوب ل 400 مليون مشاهدة. You say sorry just for show. If you live like that, you live with ghosts. You forgive, you forget, but you never let it go. Band-aids don't fix bullet holes. You say sorry just for show. If you live like that, you live with ghosts. If you love like that. بيجي في المركز الثاني في عدد ترشيحات السنة دي في MTV المغني إتش راب 5 جوائز. إتش ران مترشح لجائزة أفضل مغني، أفضل فيديو كليب بوب، وأفضل تصميم رقصات، وأفضل تصوير سينمائي، وأفضل أغنية عن أغنية Thinking Out Loud. Baby, my heart could still feel less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. Honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. كيندريك لامار كمان مترشح لخمس جوائز في MTV السنة دي، منهم أفضل إخراج وأفضل تصوير سينمائي، وكمان أفضل تصميم رقصات، أفضل مغني، وأفضل أغنية عن أغنية Alright. When you know we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright. Live at the mall. I can see the evil. I can tell it. I know it's illegal. I don't think about it. I deposit every other zero. Thinking of my partner. Put the candy painting on a Rico. Digging in my pocket. And a profit big enough to feed you. Every day my logic. Get another dollar just to keep you in the presence of your Chico. Ah!
وترشحت مغنية البوب السمراء بيونسي لأربع جوائز، منها جائزة أفضل مغنية وأفضل فيديو كليب بوب. أفضل تصميم رقصات وأفضل أغنية عن أغنية 7-11 واللي محققة نسبة مشاهدة وصلت ل 250 مليون على اليوتيوب. وبنوصل مع بعض للمرتبة الأخيرة في عدد ترشيحات MTV السنة دي. بيجي المغني مارك رونسون للفوز بأربع جوائز زيه زي بيونسي. مارك رونسون مترشح لجائزة أفضل إخراج، أفضل فيديو كليب بوب، وأفضل مغني، وأفضل أغنية عن أغنية أبتاون فانك. تعرفنا مع بعض على أبرز الشخصيات والمرشحين في MTV السنة دي، ويمكن اتكلمنا عن MTV وإيه بدأت إمتى ومين من الفنانين اللي كانوا مشاركين فيها. من هنا ل 30 أغسطس هنعرف مع بعض يا ترى مين من الفنانين المرشحين هيحصل على أكبر جوائز. صحيح يا أحمد، زي ما قلت كده إحنا تعرفنا على المرشحين، لكن من هنا لغاية ميعاد الحفلة في حاجات كتير أو ممكن تتغير، والمؤشرات هتبين في النهاية مين هو الحصان الرابح في MTV السنة دي. ده لو مت قبل ما الحقيقة تبان ويعرف ان انت واللواء فؤاد شركاتي. بعد شويه هنعرف مين هو مخرج فيلم احمد السقا الجديد، كونوا معانا. تم ترشيح المخرج رامي امام لاخراج فيلم النجم احمد السقا اللي جاي، واللي هيكون من تاليف محمد ناير، وخلال الفتره اللي جايه هيكون في جلسات عمل ما بين السقا ورامي امام ومحمد ناير لوضع التفاصيل النهائيه لفيلم قبل بدايه التصوير. مي عز الدين سافرت دبي عشان تقضي أجازة طويلة هناك بعد موسم شاق مرت بيه. مي ظهرت في رمضان اللي فات بمسلسل حالة عشق ونالت عليه إشادات كتيرة جدا من النقاد والجمهور. قرر المنتج أحمد السبكي طرح الفيلم الجديد من ظهر الراجل في موسم عيد الأضحى اللي جاي. فيلم من ظهر الراجل بطولة أسر ياسين وشريف رمزي وياسمين رئيس، ومن تأليف محمد أمين راضي ومن إخراج كريم السبكي. الفنان إيهاب فهمي هيرجع لتصوير مشاهده في مسلسله الجديد نصيبي واسمتك من أغسطس اللي جاي. المسلسل بطولة هاني سلامة، نيكول سابا، درة، ومي سليم، ومن تأليف عمرو ياسين. بيناقش المسلسل 15 قصة في 30 حلقة، وبيتكلم عن علاقة الراجل والست سواء في الحب أو في العمل. بعد فترة طويلة من التأجيل بدأ الفنان يحيى الفخراني في عرض مسرحيته ليلة من ألف ليلة، واللي بيقوم ببطولتها. المسرحية بيشارك فيها لطفي لبيب، هبة مجدي، وضياء عبد الخالق، وهي من إخراج محسن حلمي. أحمد فلوكس نهى تصويره في مشاهده في مسلسله الجديد الدخول في الممنوع. المسلسل بتدور أحداثه في إطار اجتماعي وبيوضح الصراع بين رجال الأعمال وتزاوج السلطة بالمال. بيشارك في بطولته إيمان العاصي، بشرى، عزة أبو عوف، ومن تأليف محمد البسوسي ومن إخراج محمد النجار. غادة إبراهيم انتهت من تصوير فيلمها الجديد شارع محمد علي لعرضه في موسم عيد الأضحى اللي جاي. الفيلم بيشارك في بطولته المطرب المغربي أمين الريان والراقصة شمس وإيمي طلعت زكريا، ومن تأليف أيمن بكري ومن إخراج وائل السمنوت. هيثم أحمد زكي أكد أنه هيركز جدا في كل أعماله الفنية اللي جاية بعد الإشادات اللي حصل عليها بعد عرض فيلمه سكر مر. هيثم كمان قال أن السنة دي كانت سنة ناجحة جدا بالنسبة له بعد ما تعرض له فيلم سكر مر ومسلسل أستاذ ورئيس قسم في رمضان اللي فات. يا ترى إيه السبب اللي خلى النجمة تايلور سويفت تنزعج من الإعلام؟ تعالوا نعرف مع بعض بعد ثواني. النجمة برايس دالاس صرحت وقالت انها بتتمنى ان تظهر في دور امرأة خارقة في افلامها اللي جاية، وحتسعى انها تعمل ده. كمان بطلة فيلم جوراسيك وورد بتتمنى تلعب شخصية كابتن مارفل في فيلم مارفل اللي جاي، واكدت ان ده لو حصل هيكون شيء رائع. بالإضافة لترشحه لجوائز الام تي في، إد شيران كمان ترشح للفوز بجائزة احسن مطرب في مهرجان تين تشويس اووردز،
واللي هيتعمل برضو في آخر أغسطس. هينافس شيران على الجائزة دي مع نجوم كتيرة جدا، منهم نيك جوناس، بيت بول، شوان مانديز وسام سميث. ودي مش كل الترشيحات بخصوص الجائزة، وقريب جدا هيتم الإعلان عن ترشيحات تانية جديدة. النجمة تايلور سويفت عبرت عن غضبها من تركيز الإعلام على علاقتها بالنجم كالفن هاريس، رغم أنهم هما الاثنين مش بتكلموا عن علاقتهم تماما. وتايلور كمان قالت أنها حريصة على فرض سرية كبيرة على حياتها العاطفية، واتمنت من وسائل الإعلام الاحترام ده في الفترة اللي جاية. روح يا اخويا ومال، رد الواجب زي ما انت عايز. تفتكروا ايه علاقة النجمة آيتن عامر بسندريلا؟ خليكم معنا بعد دقايق هنعرف. الفنانة سابا مبارك نشرت صورة ليها مع أختها على الفيسبوك. جمهور سابا كان بيقارن في تعليقاته ما بين جمال الأختين، وواحدة فيهم كتبت على الصورة: انتي أحلى سابا. نيكول سابا نشرت صورة ليها على الانستجرام وهي في طريقها علشان تعمل فوتو سيشن جديد. نيكول ظهرت في الصورة بمكياج رقيق جدا، وطبعا الصورة عجبت جمهورها جدا جدا. واحد فيهم كتب لها في التعليق وقال: يا نيكول انتي تحلي المكياج مش المكياج يحليك. المطرب رامي صبري نشر صورة ليه على الفيسبوك وكتب في تعليقه على الصورة: مع صناع ألبومي أجمل ليالي العمر، صديق الشاعر الكبير جدا تامر حسين وصديق الملحن العبقري شادي حسن، شكرا على مجهودكم معايا وربنا يوفقنا. معظم تعليقات جمهور رامي كانوا بيسألوه عن ميعاد نزول الألبوم، واحد فيهم كتب له في تعليقه على الصورة: بالتوفيق وإحنا مستنيين الألبوم إن شاء الله ينجح. بعد فوز فريق الزمالك بالدوري، قرر الفنان سامو زين انه يهدي الفوز ده لروح الراحل سامي العدل، واللي معروف عنه انه كان من اكبر مشجعي نادي الزمالك. سامو نشر صوره للراحل على حسابه على انستغرام وكتب فيها: الله يرحمك يا كبير الزملكاويه، اهداء خاص لسامي العدل ولروحك الطيبه، الله يرحمك. كان نفسي في اللحظه دي اكون معاك ونحتفل بفوز الزمالك، علشان كنت عارف قد ايه بتحبهم. جمهور سامو دعوا للفنان الكبير بالرحمة، وواحدة فيهم كتبت في تعليقها: فعلا كان هيفرح قوي، الله يرحمك ومبروك لنادي الملوك. بدأت النجمة اللبنانية نوال الزغبي في الدعاية لألبومها الجديد على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي. نوال نشرت بوستر الألبوم وشوقت جمهورها وكتبت في تعليقها على الصورة: قريبا ألبوم جديد يا جدع. جمهور نوال أكدوا في تعليقاتهم أنهم مستنين الألبوم جدا، وواحدة فيهم كتبت على الصورة في تعليق ليها: ناطرين الألبوم على نار. آيتن عامر نشرت صورة على حسابها على الانستجرام، الصورة كانت مقسومة نصين، نص ليها وهي لابسة فستان الفرح، والنص التاني كان شخصية سندريلا الكرتونية، واللي كان فستانها في شبه كتير قوي من فستان آيتن. وآيتن كتبت في تعليقها على الصورة تعليق لذيذ جدا: سندريلا في نفسي قوي، جمهور آيتن عجبتهم الصورة جدا وكمان عجبهم فستانها. وواحدة فيهم كتبت في تعليقها: سندريلا فعلا انت حلوة كتير آيتن، ربنا يهنيك. الفنانة دينا فؤاد احتفلت مع جمهورها على حسابها على انستجرام بوصول عدد متابعيها 50,000 متابع. دينا كانت حريصة انها تشكر متابعيها، وواحدة فيهم كتبت لها في تعليقها على الصورة: مبروك يا دينا بتستاهلي اكتر. غادة عادل نشرت صورة ليها مع بنتها على الانستجرام وكتبت في تعليقها: مريم حبيبتي. كتير من جمهور غادة ما صدقش انها بنتها وكانوا فاكرينها اختها، وواحد فيهم كتب في تعليقه: اختك ما تقوليش بنتك بس حلوين. اه والله حلوين. أرجوك ما تقولش لحد اللي بتحكيه عينينا، الله يخلينا البعض. فنانة سمية الخشاب بتحضر لألبوم غنائي جديد، تعالوا نعرف مع بعض إيه آخر أخبارها بعد شوية. وائل جسار هيغني في لندن يوم 25 سبتمبر اللي جاي، وده هيتزامن مع عيد الأضحى. وائل عبر عن سعادته بلقاء الجالية العربية هناك، وقال انه هيقدم مجموعه كبيره من اشهر اغانيه، واتمنى انه يكون حفل ناجح. بعد ما ارتحت روحي ليه وعرفت طعم الدنيا بيه، مشيت خلاص وما قلتليش انا هعمل ايه، تنساني ليه بالله عليه، وانا قلبي حياته وروحه فيه، وازاي هيجيله حبيبي نوم لو مش لاقيك. بعد ما ارتاحت روحي ليك وعرفت طعم الدنيا بيك، مشيت خلاص وما قلتليش انا اعمل ايه، انساني ليه بالله عليك، وانا قلبي حياته
ايديها يجيله حبيبي نور لو مش لاقي. انا قلبي كنت بخاف عليك، شفتك معرفش جرالي ايه، حبيت وخلاص ما حسبتهاش ولا قلت ليه، كان حلمي ده ولا كان خيال، لا ارتاح لي ولا بيرتاح لي بال، ريحني وقول لي ازاي البعد اقدر عليه. واخيرا هيرجع النجم عمرو دياب من جديد للغناء في الساحل الشمالي بعد غياب 3 سنين عن احياء حفلاته هناك. دياب هغني في قرية جولف بورتو مارينا يوم الجمعة 14 أغسطس، وهقدم في الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة بالإضافة لأجزاء من أغاني ألبومه اللي جاي. أبو الليف من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان كينج كونج 2. الأغنية هتنزل خلال أيام، وهي من كلمات وألحان هشام صادق وتوزيع محمد شفيق. بدأت الفنانة سمية الخشاب لتحضير ألبومها الغنائي الجديد واللي هتطرحه آخر 2015، وسجلت سمية أول أغنية من الألبوم قبل أيام قليلة، وده في استوديو الموزع مدحت خميس. وقالت سمية إنها متفائلة جدا بالألبوم ده، وتمنت إنه يعجب الجمهور ويحقق نجاح، وإحنا كمان بنتمنى لك كل النجاح والتوفيق في ألبومك الجديد. عايزك كده ليا انا طيب، رأيي حساس ولا لف كده ولا لف كده، وانا هعمل بالناس حبك هنا في القلب ده علمتني الاخلاص. عايزك كده ليا انا طيب، رأيي حساس ولا لف كده ولا لف، وانا هعمل ايه بينا هنا في القلب ده علمتني الاخلاص. ارجوك ما تقولش لحد اللي بتحكي عينينا، الله يخلينا لبعض ويخلي الحب لينا. ارجوك ما تقولش لحد اللي بتحكي عينينا. انتهت المغنية شابة دنيا بطمة من تسجيل أغنية جديدة هتطرحها بمجرد ما تنتهي من وضع اللمسات النهائية عليها. دنيا ما كشفتش أي تفاصيل عن الأغنية ولا حتى فريق العمل، إلا أنها قالت أنها هتكون مفاجأة كبيرة جدا لجمهورها.
be honest with you, what you did back there, that freaked me out. اترددت اقاويل كتيرة عن جواز النجم عمرو واكد من الفنانة الشابة سارة شاهين. لو عايزين تعرفوا التفاصيل خليكم معانا وهنعرف بعد شوية. بعد عرض اخر كليبات النجم عمرو دياب الله على جماله، شن جمهور الفنان صابر الرباعي هجوم شديد جدا على عمرو دياب، واتهموه بانه سرق فكره كليب يا عسل اللي قدمه صابر من سنتين، واللي كانت فكرته ان صابر بيصطدم ببنت وموبايلاتهم بتقع، فبياخد كل واحد منهم موبايل التاني بالغلط، وبتبدا بعدها قصه الحب، ودي هي نفس فكره كليب الهضبه الجديد. أخبار كتير انتشرت وأكدت وجود علاقة عاطفية بين عمرو واكد وسارة شاهين اللي شاركته بطولة فيلم القط. اللي أكد الأخبار دي وساعد على انتشارها حرص واكد على حضور العرض الخاص في المها الجديد سكر مر. المفاجأة كانت انتشار أخبار وأقاويل بتأكد إن الثنائي اتجوزوا من أيام، وإنهم قرروا إنه يعلنوا الخبر ده خلال الفترة اللي جاية. ده على الرغم من إن عمرو متجوز من فرنسية وعنده منها ابن وحيد، وإنه تقريبا مستقر معاهم في فرنسا. بعد المشاكل الكتير اللي حصلت بين رانيا يوسف والمنتج عاطف كامل منتج مسلسلها الأخير أرض النعام، واللي كان سببها إخلاله بالعقد اللي ما بينهم وكتابته لإسمها على التتر جنب اسم الفنانة زينة، مع إنه هو كان متفق معها على إنه يكتب اسمها منفردا في أول التتر. اترددت أخبار كتير بتقول إن عاطف كامل قرر إنه ينهي الأزمة دي ويدفع لرانيا 750 ألف جنيه مصري كتعويض عن حقها الأدبي. الأخبار دي أكدت إن رانيا قبلت التعويض ده وأنهت الأزمة وسحبت الشكوى اللي كانت مقدماها ضده في النقابة. شاهدينا وبعد شوية كواليس فيلم الخلبوس للفنان محمد رجب. أقامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي احتفالية بمناسبة افتتاح أول مكتب ليها في منطقة الخليج العربي، وده كان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، واللي بدأ في مباشرة مهامه بشكل رسمي بداية يوليو 2015. الحفلة حضروا وزير السياحة المصري خالد رامي وعدد من الشخصيات المهتمة بمجال السياحة في مصر والإمارات. كاميرا عرب وود كانت موجودة هناك، تعالوا نشوف أجواء الاحتفالية. حدث اليوم هو افتتاح الرسمي للمكتب السياحي المصري في السفارة المصرية في أبو ظبي. افتتحنا المكتب بحضور شخصيات رسمية من دولة الإمارات، الشيخ نهيان بن مبارك بن زايد، علاوة على الشيخ سلطان الجابر، وبحضور سفير مصر إيهاب حمودة. ده كان الافتتاح الرسمي في أبو ظبي. ثم انتقلنا إلى دبي لدعوة شركات السياحة ومنظمي الرحلات وممثلي الإعلام في دبي لحضور كذلك الافتتاح والتحدث معهم حول كيفية الترويج لمصر بمجلس التعاون الخليجي زائد الأردن ولبنان، باعتبار هذه المنطقة من أهم المناطق المصدرة للسياحة إلى مصر. العرب دايما بيحبوا القاهرة، لكن مصر ما أصبحتش القاهرة فقط، مصر لديها مناطق سياحية عديدة من أهمها والعرب بالفعل بدأوا يقبلوا عليها زي الغردقة وشرم الشيخ، علاوة على أن احنا بنحاول نروج للأقصر وأسوان كرحلات نيلية، لأن العرب واخدين انطباع عن الأقصر وأسوان أن هي معابد فقط وسياحة ثقافية، لكن احنا بنحاول نقول لهم لا، ده احنا بنملك مراكب نيلية عالية الجودة ممكن بتضيف لكم الخصوصية، هتستمتعوا بالناحية الثقافية وبالمعابد علاوة على الترفيه من خلال ان انت بتاخد مركب، ممكن مركب في حدود من 8 ل 10 افراد ليك الخصوصية كأسرة عربية، وتستمتع بالجو البديع خلال فترة الشتاء، علاوة على استمتع بمجرى نهر النيل، علاوة على انك هتشوف اثار الفرعونية.
يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم ونحن نشهد إطلاق مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في الإمارات العربية المتحدة، والذي يتخذ من إمارة أبو ظبي مقرا له. واسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لكم على حفاوة الاستقبال الكريم ودعمكم الكبير الذي هو أحد الركائز التي سيستند عليها نجاح وعمل المكتب السياحي في هذه المرحلة الهامة. سيبدأ المكتب نشاطه ليشكل الذراع التنفيذية لهيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة المصرية في الأسواق العربية التي تشمل منطقة مجلس التعاون الخليجي ولبنان والأردن، وإنني أتطلع للتعاون مع كافة الجهات المعنية بالسياحة بما في ذلك شركات الطيران ومنظمي الرحلات لطرح حزم تنافسية بقيمة مضافة للسائح العربي والخليجي، وإعداد برامج تناسب كافة شرائح المجتمع الإماراتي والجاليات المقيمة بدولة الإمارات بكافة جنسياتها والتي تتعدى 200 جنسية. رؤساء المكاتب السياحية هم برضو سفراء لينا في الخارج في المجال السياحي، اللي بيشهد طبعا آليات تسويق جديدة للسياحة المصرية. مصر مش بس أهرامات ومش بس أبو الهول، مصر فيها سياحة ترفيهية وفيها سياحة صحية وفيها سياحة صحراوية. فأنا يعني إن شاء الله المكتب السياحي سيلقي بمزيد من الضوء على تنوع السياحة في مصر. أكيد روتانا دائما معنا بكل الإيفنتس بتخص مصر، لأنه روتانا من أكبر الداعمين لمصر. الحملة زي ما حضرتك بتعرفي وكنتوا بالإيفنت تبع مصر قريبة، إطلاق مصر قريبة بشهر 5، تم إطلاقها فعليا ب 25، وتم تنفيذها فعليا اعتبارا من 25 على مدار الأسواق العربية، تقريبا 9 أسواق عربية. كنا بشكل مكثف متواجدين من 1/6 مع رمضان، عدد كبير من المسلسلات، عدد كبير من برامج تلفزيونية، عدد كبير من مواقع الدعائية بالطرقات الخارجية، بالإضافة إلى الديجيتال أو الأونلاين، بالإضافة إلى عدد من المجلات. الحمد لله حسب تصريحات السيد رئيس الهيئة زي ما شفتوا قبل شوي، نحن قدرنا نحقق نسبة إشغال فندقي على مدار 3 أيام العيد بما يعادل 100%، وقدرنا نحقق زيادة بنسبة عدد السياحة الوافدة من الدول العربية من 9 أسواق المستهدفة لمصر بفترة من ماي لغاية اليوم ما يزيد عن النسبة اللي كانت مطلوب منا كتارجت. الحملة مستمرة، راح تكون لنهاية السنة. نحن هلأ بدنا نبلش نستهدف السائح العربي اللي بلش يطلع يصيف، بالإضافة للسائح العربي اللي حينزل يسوي إجازة العيد الكبير. بعد ذلك حيكون في عنا المرحلة النهائية اللي هي استهداف السائح العربي اللي بده يحتفل بإجازة نهاية السنة. الحدث هو حدث يعد الأول من نوعه في إقامة مكتب سياحي لمصر في المنطقة العربية. اختيرت دولة الإمارات اختيارا جادا نظرا لأن الإمارات تعد منطقة جذب من الشرق الأقصى ومن الغرب. الإمارات تعد دائما الملجأ والملاذ للمصريين. دولة الإمارات بالنسبة للمصريين تعتبر من أهم المقاصد التي يذهب إليها المصريين ويستقبلون منها السائحين. تعد الإمارات بالنسبة لي أنا شخصيا بلدي الأول الآن. إن شاء الله سنحاول جاهدين لجذب مزيد من السائحين من منطقة الخليج العربي وخاصة من منطقة الإمارات. أنا هبقى مسؤول إن شاء الله عن دول الخليج العربي إلى جانب الأردن ولبنان. المرحلة القادمة هنحاول نوجد برامج سياحية مختلفة للجانب الإماراتي وإلى الجاليات المقيمة بدولة الإمارات. إحنا كفنانين مطلوب مننا إن إحنا بقى نعمل الدعم ده من غير ما حد يتصل بينا وقلنا تعالى اعملوا دعم أو شاركوا في حاجة لمصر، لأن إحنا بنمثل مصر في كل حاجة، في أخلاقنا، في فننا، في تصرفاتنا. فلازم من غير ما يطلبوا مننا احنا نيجي. يعني انا اول ما عرفت امبارح كلمني الاستاذ محمد قال لي في حاجه هنعملها لمصر قريبه، قلت له من غير ما تطلب الساعه كام وامتى، كان عندنا مواعيد ولغيناها وجينا عشان مصر. اللي احنا بن 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 يعني عايزين نعمله لمصر اكبر بكتير من اللي هم بيفكروا فيه.
أيام أقيم العرض الخاص لفيلم الخلبوس في أحد سينمات القاهرة، والفيلم فضل صناعه أنهم يبعدوا بيه عن موسم عيد الفطر وأنهم يبدأوا موسم الصيف السينمائي بفيلمهم اللي بيقوم ببطولته النجم محمد رجب. وطبعا من اسم الفيلم كده في مجموعة كبيرة من الحسنوات مع الخلبوس، منهم إيمان العاصي، منهان حسين، إناس كامل، سامية طرابلسي، والفيلم من تأليف محمد سمير مبروك ومن إخراج إسماعيل فاروق. كاميرا عربود حضرت العرض الخاص، وكان لنا لقاء مع المخرج إسماعيل فاروق واللي كلمنا عن الفيلم وعن محمد رجب وإزاي قدمه في الفيلم. الخلبوس فيلم جديد علي أنا، بنقل فيه نقلة كده في رؤيتي الفنية، في كوميديا جديدة اتمنى انها تعجب الناس، كوميديا لايت شيك، اتمنى انها تعجب الناس. يعني حاولت ان انا اقدم حاجه جديده من محمد، يعني دايما انا بقعد ابص في النجم كده واشوف ايه اللي يطلع. محمد جاي نجم فبس اكيد عنده جانب تاني هو ما تقدمش، فقعدت معاه كتير ودرست في شخصيته لحد ما قدرت اطلع شخصيه الخلبوس اللي جواه اللي هي هتطلع في الفيلم ان شاء الله. الخلبوس اللي هو المتعدد العلاقات، اللي مش قادر يركز في حتة واحدة ولا على أنثى واحدة فبيخلبص كتير. مفاجأة الفيلم ده الخمس بنات. كمان كان لينا لقاء مع المؤلف محمد سمير مبروك واللي كلمنا عن الفيلم وعن موضوعه وعن الهدف من الفيلم. تعالوا مع بعض نشوف قال ايه. انا عامل في الخلبوس فكرة جديدة من خلال الفترة اللي فاتت دي، كنت مركز في علاقات البنات والولاد شوية، لو ركزت هتلاقي في فركشة بسرعة، في انفصالات بسرعة، فقلنا نتكلم بقى عن السلبيات دي. فاحنا بنبقى يعني وانا بشوف ورا الموضوع ده بكشف وراه، يعني لقيت ان العلاقات ما بين الولد والبنت بقت بسبب التكنولوجي وبسبب توجهات الست المصرية اختلفت عن زمان، ابتدى يحصل شرخ في العلاقات دي، فقلنا نعالجها من خلال فيلم الخلبوس ونسلط الضوء على السلبيات دي. الفيلم اللي بيتفرج عليه هيطلع انك انت ممكن تدور على السعادة والسعادة جنبك، هيطلع براحة البال ان الانسان في الاخر لازم يوصل للرضا، غير انه هيضحك ان شاء الله وهيستمتع. إناس كامل واحدة من بطلات الفيلم، قابلناها وكلمتنا عن شخصية مريم اللي بتقدمها في فيلم الخلبوس. الخلبوس انا بشوف ان هو فيلم من حسن حظي ان انا جالي دور فيه، دور فيه خمس بطلات مع نجم كبير محمد رجب، فخمس بطلات وخمس بطلات كل واحده فيهم دورها مختلف، مكتوب بطريقه حلوه قوي وكل واحده متقدمه بشكل مختلف، فانا بالنسبه لي كنت حاسه ان ده من حسن حظي. انا طالعه اسمي مريم، بنت مناضله ثورجيه مشاغبه جدا، بتتعرف في ظروف غريبه جدا بيوسف او محمد رجب، وبتجمع بينهم وبين بعض علاقة، وبنشوف بقى المشاكل اللي بتحطوا فيها، يعني بتحط يوسف في المشاكل بسبب علاقته بيها ايه. الناس كمان شاركت في رمضان السنة دي في مسلسل لعبة إبليس مع الفنان يوسف الشريف. يا ترى هتقول لنا ايه عن درامة رمضان وعن مشاركتها بالجديد؟ تعالوا مع بعض نشوف الناس قالت لنا ايه. احسن مسلسل كان بالنسبة لي كان تحت السيطرة بالكاست بتاعه كله كتمثيل، لو هتقول لي احسن ممثل هقول لك كاست تحت السيطره كله، الدبانه اللي بتدخل في الكادر غلط بتمثل حلو. وانا حبيت مسلسل طريقة قوي، بس طبعا كل ده بعد لعبه ابليس، يعني لعبه كل ده تحت السيطره بعد لعبه ابليس. ساميه طرابلسي بتشارك في الفيلم بشخصيه فريده، تعالوا نعرف منها تفاصيل الشخصيه. الفيلم كوميدي اجتماعي رومانس، حالة كده جميلة اجتماعية جدا، مواقف بنعيشها كل يوم، أي راجل ممكن يعدي بالعلاقات دي في حياته، وأي بنت ممكن تتحط في مواقف زي دي، فحاجة كده قريبة مننا. دوري أنا برضو في النطاق ده مش بعيد، رومانسية على خفة دم شوية على في الفيلم. فريدة مجنونة شوية، غيورة حبتين، رومانسية جدا، رومانسية أوفر يعني بشكل ممل للراجل، الراجل لا يتقبل ده، عندنا الراجل عملي، لما تبقى الست رومانسية زيادة عن اللزوم فبتبقى مملة يعني، أنا مملة. جيسي الشعنونة ده اسم الشخصية اللي بتأديها الفنانة رانيا ملاح، إيه طبيعة الشخصية دي وإزاي بتعمل مشاكل لمحمد رجب في الفيلم؟ تعالوا مع بعض نعرف رانيا قالت لنا إيه. أنا بعمل شخصية جيسي، بنت شخصية جيسي بنت في الجامعة الأمريكية، بنت روشة قوي ومجنونة، بيحصل بينها وبين رجب مواقف كوميدية كتير،
وان شاء الله يعني الباقي هتشوفوه في الفيلم يعني، بس ان شاء الله يبقى حلو. فيلم لايت كوميدي، فيلم جديد، وهتشوفونا كلنا بشكل مختلف، حتى رجب هتشوفوه بشكل مختلف لاول مره يعني. سلوى عثمان واحده من المشاركات في بطوله الفيلم، قابلناها وكلمتنا عن شخصيتها في العمل. فيلم خفيف وجميل، وانا سعيده قوي ان انا اشتركت فيه، وبعمل دور مختلف، بعمل دور كوميدي المره دي عشان انا عملت حاجات حزينه كتير، زعلت، خليت الناس تعيط كتير، فحبيت ان انا اشترك. طبعا سعيده قوي ان انا ابقى مع محمد رجب في الفيلم ده، ومع كل البنويت الجمال اللي هو اللي حواليه دول، وهو خلبوس. وانا سعيده ان انا بعمل حاجه خفيفه. ما انا بقول لك انا عامله دور ام مرهان، فيعني ام من البنات، بس هم ناس يعني ايه استغلاليين شويه، هي وجوزها وابنها، وبيوقعوا في مواقف كلها بتبقى كوميدي يعني. فانا مبسوطه ان انا بعمل حاجه كوميدي مختلفه. زي عاده كل عرض خاص بيحضر مجموعه من النجوم والنجمات علشان يهنوا طبعا فريق العمل. حضر العرض الخاص للفيلم الخلبوس الفنان عمر عبد العزيز والمذيعه والممثله ايمان ابو طالب وكمان الفنانه رانيا منصور. تعالوا مع بعض نشوف قالوا لنا ايه عن فريق العمل وعن رايهم في الفيلم. لا للاسف انا مش واحد من الخلبيص، انا جاي ابارك لاسماعيل ورجب ورانيا وكل اللي في الفيلم، واقول لهم مبروك وربنا يا رب يكتب له النجاح باذن الله. انا محمد دايما بيفاجئني، وبالمناسبة محمد وشه حلو عليا، لأنه محمد كان سبب أن أنا أدخل التمثيل. محمد كل مرة أنا بشوفه طول الوقت شاب صغير دمه خفيف، البنات كلها بتحبه، لكن محمد بيفاجئني. فأنا معرفش النهاردة محمد عامل إيه، بس واضح أنه هو كل البنات بتحبه يعني. لا أنا مش مشاركة في الفيلم، أنا جاية أتفرج على الفيلم وهني طبعا كل المشاركين في الفيلم، وأنا مبسوطة أن في فيلم كوميدي بيتقدم، لأن إحنا يعني وحشنا أن إحنا نتفرج على أفلام كوميدي. نار أيدة في رجلي، ده جبسة طبي بصراحة يا باشا، أنا بايض محارة. بطل فيلم الخلبوس النجم محمد رجب هيكون معنا بعد شوية. الفنان محمد رجب هو فنان موهوب قدر ان هو يلعب ادوار مختلفه علمت مع جمهوره، زي مثلا دور طارق كابو في فيلم الباشا تلميذ، ومايو في تمن دستة اشرار، وحسن في فيلم المش مهندس حسن، وغيرهم من الاعمال السينمائيه اللي ساهمت في ارتفاع اسهم رجب كنجم شباك. كاميرا عرب وود هناك كانت موجوده وقابلت رجب، وكمان كلمنا عن الفيلم بتاعه الجديد الخلبوس واللي بيقدم فيه شخصيه يوسف، وكمان كلمنا عن طبيعه قصه الفيلم. نار أيدة في رجلي، ده جبسة طبي بصراحة يا باشا، أنا بايض محارة. يوسف أنت العريس، أنا هقتله النهاردة. ممكن تطلب لي ليموناتا؟ لمو إيه؟ ليموناتا. لا في زيتوناتا ألذ. المناضل الثوري لا يأكل لا يشرب لا ينام إلا إذا المظلوم أخذ حقه. فين الثلاجة اللي هنا؟ يا واد يا وطني، لم الماتشوراتي والعادي على البوكس، يلا على البوكس. هتهزر يا رحمة؟ ليه؟ للمهمة دي؟ أنا بحاول بقدر الإمكان إن أنا كل فيلم أقدم حاجة جديدة شكلاً وموضوعاً. من سالم كنت رحت في شريحة وفي شكل تاني خالص، الحمد لله ربنا وفقنا فيه. الخلبوس أنا مقدم فيه جديد، الشكل جديد، الموضوع جديد، التعامل مع شركة لأول مرة، التعامل مع كاست لأول مرة، التعامل مع مخرج لأول مرة، فالموضوع كله على بعضه جديد. أنا سعيد جداً بالتعاون مع المخرج إسماعيل فاروق، قدر يخرج مني حاجة جديدة. الفيلم الاختلاف فيه ان انا قدمت بس كوميديا بمساحه اعرض، يا رب بس يعجب الجمهور، دي اهم حاجه بالنسبه لي. اسمي في الفيلم يوسف على اسم ابني، وانا بعتز بالاسم ده جدا 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 جدا، وسعيد قوي قوي ان انا اسمي يوسف. الفيلم هو قضيته قضيه بسيطه جدا، ولد عايز يتجوز ومش عارف يتجوز، فبيمر على خمس شخصيات، كل شخصية بتشكل حاجة في المجتمع، من خلاله بنشوف فيلم لايت كوميدي بسيط جدا. كتير من النقاد قالوا ان شخصية يوسف شبه شخصية مايو في تمن دستة اشرار، ايه رأي رجب في الموضوع ده؟ تعالوا نشوف. لا ملوش علاقة خالص، هو ده اللي بيخلينا نتأخر في كل فترة ان هنقدم موضوع، ان بحاول يكون بعيد شكلا وموضوعا، بس يعني ممكن نفس الروح، ان تمن ده من اول فيلم بطولة كان انتاج وائل عبد الله واخراج رامي امام، هو كان فتحه الخير عليا، هو اللي قدمني للسينما كبطل، قبلها كنت بلعب بطوله تانية. بس انت بتتكلم في نفس الروح، الخلبوس واخد تاتش بس حاله كوميديه، لكن انا بتكلم في موضوع تاني خالص.
رغم ان الفيلم بيشارك فيه 5 بطلات زي ما شفنا في بوستر الفيلم، الا ان الفيلم بيفتقد البطولة النسائية المنفردة. ليه؟ تعالوا نعرف مع بعض محمد رجب قال لنا ايه. والله الفيلم مليان مفاجآت لان انا معايا بطلات عاملين ادوار هايلة جدا، ويا رب باذن الله الفيلم يكون اضافة لينا كلنا. ادهم الشرقاوي ده تقريبا المسلسل الوحيد اللي محمد رجب قدمه للتلفزيون، ليه ما كررش تجربة تاني وايه حكاية اللوك الجديد؟ يلا بينا نعرف منه. والله بالنسبة للدراما، الدراما ليها فضل عليا كبير جدا، قدمتني في الاول مع لقاء على الهواء وهي كانت سبب في ان اتقدم للسينما كبطل. ما بيحصلش، ما فيش توفيق في الدراما، بس ما فيش ورق بيعجبني، الموضوع يقف لأسباب بس كتير جدا، كل رمضان بيبقى عندي ورق بس ما فيش توفيق، وانا اهتمامي اكتر رايح للسينما. بس ان شاء الله ان شاء الله 2016 انا بحضر في موضوع وهخش بعد العيد الكبير، هخش من بدري دي بحضر الفيلم ان شاء الله، ده لسه بقى على الورق اوعى. مشاهدينا في كل مكان خلصت حلقتنا للأسف، ولكن ما خلصتش جولتنا وجولة كاميرا عرب وود في كل مكان مع كل الفنانين في مصر والدول العربية. استنونا بكرة إن شاء الله بمزيد من المعلومات والأخبار الفنية في نفس الميعاد في برنامج عرب وود فقط. شكرا ليك يا نور. شكرا ليك يا أحمد، شكرا لكل اللي كانوا معانا النهاردة، وتابعونا وتواصلوا معانا من خلال فيسبوك تويتر وإنستجرام، وبكرة في نفس الميعاد حلقة جديدة من عرب وود، خليكم معانا.